المصنع بقى مواد كلها صديقه للبيئه، كومبوزيت ماتيريال ماده بتستخدم في علوم الفضاء، هي ولها تجارب وابحاث في ناسا كبيره جدا، وده كان البوابه اللي احنا دخلنا منها ان احنا نشتغل في مواد صديقه للبيئه. الفريون المستخدم صديق للبيئه، توفير استهلاك الطاقه يقلل الانبعاثات الحراريه، يقلل السي او 2. مصطفى العشري رئيس مجلس اداره العشري للصناعه والتجاره والمقاولات. احنا شركة متخصصة في اعمال التبريد والتكييف وانفاق التجميد. كان تعرض علينا مشكلة في مصانع التلج، شفنا مصانع التلج القديمة الفيرجينات القديمة، وكانت دي مصادفة ان احنا كان حد عنده مشكلة من اصدقائنا، فرحنا نشوف ايه المشكلة. لقينا الموضوع حاجة صعبة قوي. اولا استهلاك كثيف للطاقة الكهربية، استهلاك كثيف للمياه، تلوث غير عادي، التلج مش مدي الجودة المطلوبة منه. فبدأنا نشتغل من الكلام ده سنة 2017، فالموضوع استهوانا ان احنا نعمل بحث عن التلج. بدأنا نبحث عنه بقى، نشوف ايه المشاكل اللي موجودة في التلج في العالم، ايه المشاكل كذا، ازاي نوفر في استهلاك الطاقة، ازاي نوفر في الهدر الكبير اللي بيحصل في استهلاك الميه في التلج. فبدانا ابحثنا عن النقطه ديت، بدانا دخلنا في حاجات تانية كتير. منها 2019 اعلنا اكبر مصنع تلج متنقل في العالم، والحمد لله كان لنا السبق فيه ان احنا بدل ما مصانع التلج بتتعمل ثابته وبتكلف قوه راس ماليه كبيره جدا من اراضي والانشاءات والكلام ده، قدرنا نعمله متنقل. ده دخلنا في افكار تانية ان احنا طب ليه ما نعملش مصانع التلج تنفع ثابتة وتنفع متنقلة، وينفع ان احنا نركب مصانع تلج باي احجام واي قدرات. المصانع المتنقلة لها حجم معين بتقف عنده، يعني احنا وصلنا ممكن نوصل لغاية 1000 لوح في اليوم او 1500 لوح او 2000 لوح، ده يعني ممكن اقصى حاجة ممكن الترك يقدر يشيلها في انتاجها في اليوم. فدانا نشتغل على الزمن، كان اياميها الزمن اللي بينتج فيه التلج في قديما التلج بينتج في 24 ساعه، يعني مصانع التلج اللي موجوده يملى تلج الميه النهارده، يجي بكره يطلع التلج يبيعه ويملى منه بمكانه ميه ثانيه ويبدا يجمع. فالزمن ده كان زمن كبير وبيستهلك كميه كبيره جدا من الطاقه الكهربائيه، وطبعا الانبعاثات الحراريه والسي او 2 وتغير المناخ، الحاجات المشاكل اللي العالم كله بيواجهها ديت كانت تحدي بالنسبه لهم. قدرنا نختصر في الفيرجن الاولاني 2019 ال 24 ساعه ل 6 ساعات، وكنا لنا السبق في العالم كله الحمد لله ان احنا صنعنا التلج البلوك عند 6 ساعات بدل 24 ساعه. احنا قدمنا لجينيس والناس رحبوا بالفكره جدا، واستوفينا الورق اللي طلب مننا يعني، واحنا جاري صدورها باذن الله. وحصل تواصل ما بيننا وما بين حد من احد الشركات الانجليزيه على ان عايزه تعمل تمثال تلج مجسم بشكل التلج، وطبعا التلج اللي مطلوب احجامه كبيره وعايزين صلابه مرتفعه جدا، فهم كلموني واحنا جاري معاهم ان احنا نوصل ان احنا ننتج لهم النوع ده من التلج اللي هيتعرض في مؤتمر المناخ ان شاء الله. شركة العشري باشمهندس مصطفى العشري هو كرجل أعمال أو رائد أعمال طموح جدا، كان عنده أهداف عايز يقدر يوصل لها، جه للجامعة البريطانية، الجامعة قدرت إنها تخصص فريق بحثي متخصص في أكتر من مجال علشان نوصل لشوية أهداف، إزاي نقدر ننتج تلج عند درجات حرارة منخفضة جدا باستخدام كهرباء أقل. في نفس الوقت إزاي يبقى عندنا أحواض معمولة من مواد معدة خصيصا
علشان تقدر تحافظ على التلج؟ ازاي نقدر نعمل مواد معينه المواد دي ليها مواصفات خاصه علشان تقدر تساعده هو في المصنع بتاعه؟ كل ده محمي ببراءات اختراع. كل الانجازات اللي تمت محميه ببراءات الاختراع تابعه لسياسه الملكيه الفكريه الخاصه بالجامعه البريطانيه. الجامعه البريطانيه في مصر بتسخر كل امكانياتها مواردها علشان تخدم الصناعه المصريه عن طريق ان احنا نربط ما بين البحث العلمي والتطور التكنولوجي اللي وصلنا له، ان احنا ازاي ده نستخدمه او نطبقه علشان تطوير القطاع الصناعي في مصر. في شركات كتير ومصانع كتير عايزه توفر في الطاقه، عايزه تعلي الانتاجيه بتاعتها، عايزه تزود من المبيعات الخاصه بيها. احنا كل الموارد الخاصه في الجامعه من اساتذه ومعامل واجهزه وحتى طلبه بنسخرها علشان نقدر نقدم خدمات تخدم القطاع الصناعي في مصر وتساعد في تمكين الصناعه، وان احنا يبقى عندنا نو هاو او ان احنا ننقل النو هاو من العلم ازاي يتطبق وازاي نقدر نستفيد منه على ارض الواقع. المجالات اللي احنا بنستخدمها اي مصنع او اي شركه، احنا الذراع البحثي والتطوير الخاص بحضرتك. بنكون فريق بحثي من الجامعه على حسب الاحتياجات اللي حضرتك محتاجها او اللي مصنعك او شركتك محتاجها، وبنقدر يشتغل معاك على الاحتياج ده او على المشروع اللي عايز تعمله او على المشكله اللي عايزين نحلها، وعلى مدار جدول زمني معين بيبدا تنفيذ. شكل الدعم المقدم بيختلف على حسب المشروع وعلى حسب حجمه وعلى حسب هو في انهي مرحله. يعني لو جاي رائد اعمال عنده فكره مبتكره لسه عايز يطورها، فبنساعده من خلال حاضنه اعمال الجامعه البريطانيه ان هو يطور من فكرته ويبقى عنده بيزنس موديل او نموذج عمل يقدر من خلاله ينفذ المشروع بتاعه. بنساعده بارشاد وتوجيه، بنديله دورات تدريبيه، مساعده قانونيه عشان يفهم انواع الشركات واجراءات التاسيس، بنساعده في الحصول على تمويل علشان يبدا المشروع بتاعه. لو جاي مصنع والمصنع ده مثلا عايز يوفر في الطاقه، عايز يعلي من انتاجيته، عايز يقلل من هدر معين بيحصل، فبالتالي من خلال الكليات المختلفه والاساتذه اللي في الجامعه بنقدر نخصص فريق متخصص في المجالات المطلوبه، وبيتم عمل جدول زمني لحل المشكله ده ومقترح، وبيتم عرضه على صاحب المصنع او المشكله، وبنقدر بنبدا في التنفيذ على طول. ومتاح معانا بقى كل موارد الجامعه الاخرى. لو حد مثلا عايز يعمل بزنس بلان، عايز يزود المبيعات بتاعته، طيب فممكن برضو من خلال الاساتذه المتخصصين في الجامعه يقدروا يساعدوه في هذا المجال. فنوع الدعم المقدم بيبقى معد خصيصا او تيلرد لكل خدمه او لكل احتياج من عند المصانع والشركات. احنا مؤمنين من بداية يعني من بداية شغلنا في الحياة العملية من بعد تخرجنا بأهمية البحث العلمي طبعا. فاحنا كل حاجة احنا حتى المصنع الاولاني المرحلة الاولى كان شغلنا فيها كبحث علمي برضو، وبدأنا نشتغل احنا هنشتغله ازاي وهنصممه ازاي وهنشتغله، وده كان بحث. احنا عندنا مركز تطوير كبير في الشركة وبدأنا نشتغل عليه وطلعنا المرحلة الاولى. بعد كده وسعنا النطاق بإضافة الأساتذة اللي ضافوا الفريق العمل في المشروع، زي دكتور مصطفى، دكتور هشام صفوت. دكتور هشام صفوت كان معانا كمان في المرحلة الأولى في حساب الأحمال الحرارية، وحساب ده كان برجل وكان استشاري المشروع في المرحلة الأولى، ده أستاذ التكييف في الجامعة البريطانية، ودكتور أحمد عبد العظيم ده أستاذ الطاقة. فبدأنا نشتغل على الأجزاء دي. الدكتور طاهر حلاوة عندنا اشتغل في جزء بتاع توفير الطاقة واحتساب الأحمال الحرارية. ما اكتفناش بده، احنا قلنا احنا وصلنا لخطوة من 1000 خطوة، بدأنا في خلالها نعمل أبحاث ثانية ازاي نوفر الطاقة أكتر، فدخلنا في توفير الطاقة. احنا وصلنا في الفيرجن ده الحمد لله كله ربع ساعة ان احنا بنطلع 9 لوح تلج وزنهم 225 كيلو تقريبا، كله ربع ساعة. الرقم ده رقم لم يحقق في العالم بالنسبه له باستخدام مجموعه المواد اللي احنا اشتغلنا بيها. اشتغلنا الجامعه مدعتنا ان احنا نبدا بعد الافتتاح الاولاني سنه 2019 ان احنا
ايه اللي انت محتاجه عشان تطور المشروع بشكل كبير. الدكتور استاذ دكتور يحيى بهي الدين صراحه كان له دور كبير جدا في هذا الامر. عملت بلان احنا فين وعايزين نوصل لفين، وبدانا دكتور يحيى يكون فريق عمل من الاساتذه رؤساء الاقسام في كليه هندسه. بدانا نشتغل عليه، اشتغلنا في جزء علوم المواد، صنعنا الحوض الكومبوز ماتيريال مع الاستاذ الدكتور مصطفى الشاذلي. بدانا نشتغل عليه ازاي نوفر طاقه، ازاي نقلل معدل انتقال الحراره، فاستخدمنا بمواد غير معدنيه. الحوض اللي موجود قدام حضرتك اللي بينتج فيه اللي هو الحوض الاساسي بتاع التجميد ده، درجه حراره جوه بتوصل سالب 50 تحت الصفر، وجوه زي ما حضرتك ده اسوا اختبار له النهارده درجه الحراره بنتكلم في 47 49 في يوم زي ده. والحوض ما فيش اي تبادل حراري ما بينه وما بين الجو الخارجي، هو جوه سالب 50 وبره زائد 50، فده رقم ان احنا في معدل انتقال الحراره ان احنا قدرنا نتغلب على ده باستخدام كومبوزيت ماتيريال اللي احنا قدرنا نشتغل عليه في خلال الفتره اللي فاتت بتعاون مع الاساتذه الاستاذ الدكتور مصطفى الشاذلي. فبدانا نشتغل عليه على المواد، وطلعنا الحمد لله الحوض تم اختباره باول ما عملنا اول فيرجن بالنسبه له، اول حوض طلع عملنا اختبار قوه تحمله صلابته، بعد كده دخلنا نجح فيه، بعد كده دخلنا في اختبار اخر اختبار العزل. الحمد لله الحوض نجح باهر زي ما حضرتك شايفه، وقلل معانا معدل انتقال الحراره بشكل كبير جدا. المشروع دخل عندنا في عناصر كتيره جدا بالنسبه لاهميته، منها اولا استخدامات التلج. استخدامات التلج بنقدر الخواص زي ما ذكرنا موضوع الخرسانه، الثروه السمكيه، شغل العصير، شغل الكيوبس، لان احنا الكيوبس اللي هيطلع من عندنا من الماكينه ديت الميزه اللي فيه انه هيسقع العصير انما هو مش هيسيح، ودي كانت مشكله كبيره جدا لما بتاخد كيوبس في بيبسي او في اي مشروب انك تقدر تشربه بتلاقي انه بيذوب بسرعه فبيحول المشروب بتاعك لميه، او تشربه سخن، فكانت عندك التحدي ان عندك ده مشكله. التلج ده من النوع احنا هنطلع نوع تلج منه ان شاء الله. التلج ده هيبقى نسبه اذابته لا تتعدى 10% من حجمه، وده هيسقع العصير من غير ما يحصل له ذوبان نتيجه الصلابه العاليه اللي موجوده فيه والحمل التبريدي. بالاضافه ان مكونات المشروع نفسها كاجزاء ممكن تشتغل باشكال مصغره لحل مشكله كبيره جدا زي دول الخليج، الدول الحاره، دول افريقيه، الناس اللي ما عندهاش بنيه تحتيه لمواسير الميه والكلام ده، بيوصل لهم بيحطوا تنكات فوق العماير بتاعتهم وفوق الاسطح علشان يقدروا يستخدموا منها الميه، والميه بتنزل هنا سخنه، حتى لما يجي يستخدم العزل التقليدي انه يجي يعمله برضه الميه بتنزل سخنه، وما بيجي يبرده او يعمل له تشيلر عشان يبرده بيستهلك طاقه كهربائيه كبير. لو استخدمنا موديول من ده كموديول مصغر مخصص لده نقدر نعمل التنكات دي تبقى اولا باستخدام الاحواض اللي هي نسبه انتقال حراريه بتاعها منخفض، وان احنا نبرد ده بنفس التكنولوجيا اللي احنا شغالين بقى في صناعه التلج، فاحنا نقدر نخلي مشكله الميه اللي في الدول دي تتحل ويبقى الميه اللي بيستخدمها ميه درجه حرارتها مش مرتفعه. الهدف من مصانع التلج المتنقله او مصانع التلج سهله الفك والتركيب، تمام؟ اولا المصنع المتنقل يقدر يتحرك في اي مكان، انت بدل ما التلج العميل بينتظر ان هو يروح له بسياره، لا هو ممكن يروح يصنع التلج عند العميل نفسه، ودي كانت طفره في صناعه التلج. يعني صناعه التلج دايما بيبقى انشاءات كبيره عشان تنتجي 1000 لوح، انت عايزها مصنع بتتكلم في 4000 متر تقريبا، حضرتك شايفه مصنع 1000 متر في مساحه 6 متر في مترين ولا حاجه. هو ده اللي احنا كان هدفنا ان احنا نعمله، اصغر الحجم، اسرع الانتاج، استهلك طاقه كهربائيه منخفضه جدا، وزي حضرتك واضح في الابحاث وواضح في قراءات العدادات ان احنا وفرنا تقريبا اكثر من 80% من استهلاك الطاقه عشان اطلع لنفس الكميه دي، فده كان رقم غير عادي. بعد ما وصلنا ل 80% توفير طاقه، احنا التحدي اللي قدامنا ازاي نشيل ال 20%، عايزين نخفض ال 20% ويبقى زيرو طاقه، فاحنا بنشتغل على الطاقه النظيفه دلوقتي كمان، ان احنا نشغله على الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. دي المرحله اللي هو الفيرجن رقم 3 باذن الله اللي هينزل معانا، وبعد كده في تحدي رابع بعديه الميه. احنا هننتج ميه بطرق مختلفه،
سواء من الهواء، سواء بمعالجة مياه البحر، سواء من التربة. احنا يعني قدمنا تحدي ان احنا هنطلع الوحدة تقدر تحطها في الصحراء، تطلع يبقى معاها المية بتاعتها وهي تنتج الكهرباء. كان من اهم التحديات عندنا المناخ واستهلاك الكثيف للطاقة والمحافظة على البيئة. طبعا كان عندنا تحدي استهلاك الطاقة الكثيف لمصانع التلج التقليدية. قدرنا بفضل الله ان احنا نخفض استهلاك الطاقة الكهربائية 80%، وده له اثر كبير جدا على البيئة، وتقليل الانبعاثات الحرارية وتقليل نسبة ثاني اكسيد الكربون في الجو. والتحدي الاخر ان احنا استهلاك المية. مصانع التلج التقليدية بتستخدم كمية كبيرة جدا من المية، وبتستخدم مية غير نظيفة في استخدام التلج، وده بيضر بصحة الإنسان وبيضر بالبيئة وبيضر في هدر المية، والعالم كله فيه فقر مائي. وكان فده كان تحدي كبير بالنسبة لنا، فاحنا قدرنا نعمل المحطة تطلع تلج صحي، وفي نفس الوقت نقلل الهدر الخاص باستهلاك المية، لأن المية اللي بنستخدمها هي المية بتتحول لتلج فقط. We'll be right back.